شوفوا هنا الهدف الثالث اللي تسجل لحمدي الكسراوي، كانت شوطة على بعد حوالي 18 متر. صحيح انا الكسراوي كان مقدم شوية على المرمى متاعه، لكن ما هوش هذا السبب اللي خلاه ما يتصداش الكرة، لانه حتى لو كان جاي واقف على خطر المرمى كان من المستحيل باش ينحيها، شوطة قوية ياسر. لكن ممكن هنا الغلطة الصغيرة اللي قام بها انه حمدي الكسراوي من مكانه، يعني من البلاصة اللي هو واقف فيها، مش يعمل البلونجون متاعه، كان ينجم يعمل خطوة صغيرة ومن بعد كان ينجم ينحيها. شفتوه هنا من بلاصته مشى، دونك ما نجموش نحملوا مسؤولية كبيرة في الهدف هذا.